صباح الخير عليكم جميعا اعزائي مشاهدي قناه الصحه والجمال ارحب بكم معكم الاعلامي عبد العزيز اللبودي رجعنا لكم تاني نكمل موضوع حلقه المره اللي فاتت ولكن المره دي هنبتدي بشويه امور او شويه اسئله جات لنا الفتره اللي فاتت من بعد الحلقه الاولانيه الاول حابب ان انا اعتذر للاستاذه اللي عملت معانا مداخله وانا ما قدرتش ان انا ارد عليها قدام الساده المشاهدين ولكن انا هرد انا طبعا تواصلت معاها وردت على اسئلتها كلها ولكن برضو احتراما ليها انا هرد عليها قدام الناس وهنبتدي حلقتنا بال... بالاسئله اللي جت لنا هرد الاول على الاستاذه ولاء اللي عملت مداخله معانا الحلقه اللي فاتت وسالتنا قالت لنا ان ان عندها اخ بيخش بيخش يتعالج من وقت للتاني وبيرجع تاني كما كان لنقطه الصفر احب اقول لها ان هنا في احتمالات وفي ردود كتيره جدا انا ممكن ارد على حضرتك بيها ممكن يكون هو مازال مش شايف ان هو عنده خساره في حياته او مش شايف ان هو جاب قاع كامل في الحياه عشان خاطر يبتدي ان هو ياخد خطوه ويتعالج او يتعافى. ده من ناحيه، من ناحيه تانيه ممكن نقول إن, ان هو بيتعالج بشكل غلط أو ان هو موقعش في ايد ناس تقدر تفهمه صح أو تشخص مشكلته لأن في في اختلافات كتير ما بين مشكلة كل شخص والتاني. بمعنى صح يعني كل شخص وليه طريقة علاج خاصة بيه هو مطابقة لشخصه أو مطابقة لصفات شخصيته هو يعني هي مش قاعدة ثابتة بتنطبق على كل الناس ده احتمال برضو وارد يكون إن هو موجود فأنا اللي شايفه إن هو فكرة إن هو بيخش كتير أو بي بي عنده تجارب كتير إن هو يبتدي يدخل سواء مستشفيات أو مصحات أو أيا كان مسماها وبيرجع لنقطة الصفر من تاني فده دليل إن هو لم إن هو عنده رفض لفكرة العلاج نفسها أه واكيد النهارده اي شخص بيعاني من نفس المشاكل هو كمان بيبقى عنده رفض انه يعترف بالمشكله بتاعته لانه بيبقى على قد ما هو بيكون متضرر من الوضع اللي هو فيه ولكن هو بيكون خايف من اي تجارب جديده في حياته او ان هو يعتزل الشيء اللي هو عليه النهارده تمام ده بالنسبة للأستاذة ولا أنا حبيت بس أن أنا أرد عليها علشان خاطر وقت حلقة المرة اللي فاتت ما قدرتش أن أنا أرد عليها وبعتذر مرة تانية معنا سؤال تاني برضو من الأنسة ضحى محمد بتقول لو سمحت يا أستاذ عبد العزيز هو فعلا اللي بيتعاطى ممكن يبطل أكيد طبعا أكيد هو مش, مش مخلوق عشان خاطر يكون شخص متعاطي بالعكس لا هو أكيد طبعا ممكن يبطل ولكن آه ما بيبقاش في ضمان ان هو يبطل على قد ما هو بس كل اللي هو محتاجه آه بيحتاج قرار منه هو شخصي ومحتاج آه طريقه علاج آه سليمه تناسبه هو وتناسب آه طريقه تفكيره وتناسب شخصيته عشان ما يبتديش ان هو آه ينفر ومحتاج آه محتاج وسائل كتير ومحتاج آه بمعنى اصح خطه علاجيه او بمعنى اصح ان هو يغير اساليب حياته كامله متكامله ما يرجعش يعيش حياته بنفس الطريقه والا هيرجع تاني لنقطه الصفر وهيرجع يتعاطى تاني معانا سؤال تاني من مدام سعاد ناصر بتقول لي استاذ انا ابني متربي كويس ومتعلم ايه اللي خلاه يتعاطى احب اقول لحضرتك يا يا استاذه يا استاذه سعاد ان تربيه ما علاقه بال بان هو يتعاطى او ان هو ينحرف سلوكيا ملهاش علاقه خالص التربيه معظم اللي بيتعاطوا مخدرات هم متربيين كويس واهاليهم ربوهم كويس جدا ولكن هي بتبقى مرحله من العمر بيبتدي يتغير المسار 180 درجه فالموضوع مش متعلق بالتربيه خالص يعني مش مش معنى ان هو متربي كويس ان هو مش معرض انه يرجع لل او ان هو يتجه الاتجاه اللي احنا كلنا بنتكلم عليه او ان هو ينحرف سلوكيا ويكون شخص متعاطي معنا سؤال تاني من الاستاذة من, من الأستاذ انا اسف احمد سعيد بيقول لي لو سمحت هو الفرق بين المدمن والمتعاطي حضرتك ما كملتش النقطه دي دي حقيقه فعلا انا كنت هتكلم الحلقه اللي فاتت عن الفرق بين المدمن والمتعاطي ولكن انا مش متذكر يعني مش متذكر ايه السبب اللي خلاني ما كملش غالبا ان نسيت بس هتكلم فيها حالا الفرق ما بين المدمن والمتعاطي الشخص المتعاطي هو شخص بنسميه او بيطلق عليه مستخدم للمواد المخدره اما الشخص المتعاطي ده اللي المواد المخدره هي اللي بتستخدمه بمعنى صح يعني يعني الشخص المتعاطي يقدر ان هو ما يفضلش معتمد على الماده المخدره بصفه يوميه وتبقى هي اولويه في حياته بشكل مستمر انما الشخص المدمن هو دي بتبقى حاجه اساسيه موجوده عنده زي الاكل والشرب اولويه موجوده في حياته ما يعرفش يتعامل او يتعايش من غيرها ده الفرق بال يعني بنبذه كده او بمعنى اصح هو ده الفرق اللي ما بين المدمن والشخص المتعاطي المدمن بيبقى صعب ان هو يبطل او يمتنع بيبقى القرار بتاعه محتاج عوامل ومحتاج شغل معين عشان خاطر يقدر ان هو يبطل انما الشخص المتعاطي متهيئ لي ان هو ده اللي بنقول عليه اللي هو يعني بيجرب كل فين وفين او هي حاجه بالنسبه له موجوده او مش موجوده فهو مش مش ناقصه حاجه انما الشخص المدمن متهيئ لي الموضوع هيكون صعب معاه جدا يعني معانا سؤال تاني برضو من الاستاذ أدهم صبري بيقول لي ممكن توضح لنا ازاي ناخد بالنا ان عندنا شخص معرض انه يتجه للتعاطي سؤال جميل جدا انا بحيي حضرتك على السؤال ده والسؤال ده فعلا انا كنت حابب ان انا عليه قبل كده او كنت حابب اتكلم في المضمون بتاعه يعني. اقول لحضرتك تقدر ازاي تاخد بالك ان انت عندك شخص معرض انه يتجه للتعاطي خلينا نقول ان الشخص البني ادم العادي انا مش هقول بقى المدمن البني ادم العادي بيبقى متربي على قواعد ومبادئ واخلاقيات معينه يعني يكون عنده امانه بيكون شخص صادق بمعنى اصح ما بيعرفش يتلاعب او ما بيحاولش ان هو يتلاعب سلوكياته كلها واضحه ومكشوفه لكل الناس اللي حواليه بيكون عنده جانب الجانب الاجتماعي او التواصل الاجتماعي مع الناس اللي حواليه بيكون كويس في نقطه مهمه جدا نقدر ناخد بالنا ان الشخص ده معرض انه يتجه للتعاطي او لا ممكن نبص على الشخص ده هو اجتماعي بنسبه قد ايه يعني هل بصفه مستمره بيفضل معزول عن اللي حواليه اللي هم حتى اقرب الناس ليه هل بيعرف يكون صداقات جديده هل هو دائم الخجل والكسوف هل هو بيعرف يتعايش مع المناسبات وبيعرف يتاقلم وبيعرف يعبر عن مشاعره آه نسبه صراحته قد ايه بيكذب ولا لا آه تصرفاته عموما بشكل عام انت النهارده لما تبص على شخص وتلاقي عنده تصرفات شاذه عن الطبيعي اعرف ان الشخص ده معرض بنسبه كبيره جدا انه يتجه للاتجاه اللي حضرتك بتسأل فيه واللي كلنا بنتكلم عليه. أتمنى ان اكون يعني قدرت ان انا ايه قدرت ان انا اجاوب على اسئله حضراتكم وبشكل بشكل فيه استفاده ليكم وللساده المشاهدين. طبعا في اسئله كتير بس انا يعني هكتفي بال بالقدر ده لان في اسئله كتير جدا ولكن هي انا عشان هي معظمها متشابه. فانا حاولت الم المضمون وكمان في اسئله انا هجاوب عليها من غير ما اطرحها في تكمله موضوع الحلقه اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين يمكن ما لحقناش ان احنا نكمل موضوع الحلقه اللي فاتت لان زي ما قلنا لحضراتكم ان موضوع الحلقه بتاعنا كبير وموضوع الادمان بشكل عام تشخيصه وشرحه وان احنا نتكلم فيه واسبابه وعلاجه موضوع كبير جدا ما اعتقدش ان هو ياخد حلقه او اتنين ولكن انا هحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا الخص لسيادتكم بعض النقط المهمه نرجع لبقيه النقط اللي ما كناش اتكلمنا فيها المره اللي فاتت او ما لحقناش ان احنا نتكلم فيها كنا وصلنا وعرفنا مع بعض المسببات الادمان ايه هي وطبعا قلنا الفرق ما بين الشخص المدمن والشخص المتعاطي وتأثير الإدمان بيأثر على الشخصية بنسبة قد إيه أو نسبة الأضرار اللي هو بي بيصب بيصيب بيها الأشخاص إيه هي أو نسبتها قد إيه أو إيه عرضها. اتكلمنا طبعا على أعراض الإدمان واتكلمنا على أنواع الإدمان وعرفنا يعني إيه إدمان. النهارده هنتكلم عن علاج العلاج من الادمان آه بيتم في كام مرحله او ايه هو علاج الادمان وعايزين نوضح نقطه مهمه آه الناس لما بتسمع كلمه علاج فبيقتصر الامر على الدواء على الادويه او لا الموضوع مش موضوع دواء وهي مش نزله برد عشان اخد آه جرعه معينه من العلاج وهخف لا ده مش مرض جسماني ده مرض بيصيب الفكر وبيصيب المشاعر وبيعمل خلل في الشخصية بنسبة 180 درجة أو نسبة مية في المية فمش هي يعني زي ما كنت بقول نزلت برد والسلام وهتعدي لا ده موضوع كبير وإذا فيكون علاجه كبير أول مرحلة من مراحل علاج الإدمان هي مرحلة سحب أو إزالة السموم وهي اللي بيبتدي فيها الشخص المتعاطي أو الشخص المدمن أنه يعمل حاجة اسمها أعراض انسحاب المخدرات من الجسم ودي بتكون أول مرحلة من مراحل العلاج لأن الشخص ده ما ينفعش يرجع أو يبتدي يتعالج وهو لسه في نسبة من السموم دي جوه جسمه فبالتالي بتكون اول مرحله هي ازاله السموم وبيكون في مراكز مختصه بتعمل ازاله السموم دي او سحب السموم من الجسم وبتختلف من انواع المخدرات عن بعضها في مده سحب السموم من الجسم تاني نقطه هي طريقه العلاج نفسها وهنا في بعض الحالات بتحتاج أه تدخل دوائي لان بعض انواع المخدرات بتعمل أه مشاكل نفسية ومشاكل عقلية أه طبعا مع انتشار الانواع الجديدة من المخدرات اللي هي تخلقية او بمعنى صح متصنعة فبيكون هنا محتاج تدخل دوائي بشكل سريع عشان خاطر الانواع الجديدة دي بتعمل مشاكل نفسية رهيبة وبيكون من الصعب التعافي منها او العلاج منها. وهنا انا ما بقتصرش على نقطه العلاج بس ان هي علاج دوائي لا هو العلاج عموما علاج الادمان هو تغيير جذري في الشخصيه بتاعة المدمن. طبعا هو بيكون علاج سلوكي بيلعب على تغيير السلوكيات وتحفيز السلوكيات الايجابيه. وبمعنى اصح ان هو بيبتدي يشوف ايه نوعيه السلوكيات السلبيه مع يقارنها بطرق التفكير الشخص ده بقى بيفكر بيها لان النهارده الشخص المدمن بيوصل لمرحله بيفكر بطريقه سلبيه بيفكر بطريقه ما فيهاش اي مبدا او فيها اي اي ربنا في حياته يعني هو بيبقى شخص ما يعرفش ربنا او بيبقى شخص يعني هو اكيد يعرف ربنا ولكن ما بيحطوش في الحسبان فبالتالي هو زي ما كنا بنقول المره اللي فاتت في حلقتنا انه بيدور بس على مصلحته الشخصيه وبيدور بس ازاي يقدر يجيب جرعات اكتر من الماده اللي بيتعاطاها فبيكون العلاج بي بيتم عن طريق ان هو بيبتدي يعمل غسيل لكل الافكار القديمه اللي هو زرعها وكل المعتقدات اللي هو اكتسبها عن طريق الفتره اللي هو عاش يتعاطى فيها مخدرات فبيكون الشخص تحول تحول جذري من شخص الى شخص تاني وهنا بيتم التعامل معاه على انه شخص بيتولد من جديد بس بالتالي هو بولود عنده شويه سلبيات او عنده شويه عيوب فبيبتدي التعامل معاه على انه يحاول يتخلص من العيوب الشخصية اللي هو اكتسبها الجديدة وطرق التفكير اللي بقى هو متعود عليها لأن التفكير هو زي ما احنا بنعود نفسنا فبنفكر فبالتالي بياخد وقت ومحتاج ان هو يعمل يعمل فترة معايشة جديدة بطرق التفكير اللي هو لسه هيتعلمها وياخد وقت على ما يتعود عليها ويقتنع بيها وما بين رفضه النهارده للعلاج وما بين النهارده عدم اقتناعه بانه عنده مشكله فكل الحاجات دي بتبقى حاجه اسمها خوف من التغيير او بيبقى هو عنده عنده خوف فعلا انه يتغير ويجرب حاجه جديده لان الشخصيات دي بتكون رغم المها ورغم ان هي بتتالم من الحياه اللي هي عايشاها ولكن بترضى باللي تعرفه وبتخاف تجرب اللي هي ما تعرفوش يبقى العلاج هو مش العلاج الدوائي فقط لكن هو علاج نفسي علاج سلوكي علاج فكري بيعالج كل جوانب الشخصية ده بالنسبة لتاني مرحلة تالت مرحلة هي الدعم والمقصد ايه هنا بالدعم الدعم هو انه يتواجد وسط مجموعة تفهمه وتعرف تتعامل معاه كويس ويعرف يكون على طبيعته وسطهم ويكون قريب تفكيره من تفكيرهم لان الشخص ده دا دايما بيحس أنه هو يعني مش قريب من الناس اللي حواليه او بمعنى صح ان محدش فاهمه وقت ما يتواجد وسط بيئه معينه فيها دعم ليه او بمعنى صح حابه ان هي تسمعه وحابه ان هي تساعده بدون مقابل ساعتها الشخص ده يبتدي ان هو يتغير تدريجيا ودي تالت التالت مرحلة هي مرحلة الدعم ودي مرحلة مهمة جدا انه يتواجد وسط ناس قريبة من تفكيره وسط ناس شبهه وسط ناس تفهمه يعرف يعبر عن مشاعره معاهم ويعرف يتعايش وسطهم ويعرف يكون على طبيعته رابع مرحلة وهي المرحلة يمكن مهمة جدا وهي مرحلة الرعاية او المتابعة بيتم بعد فترة العلاج طبعا فترات العلاج دي بتتم حسابها او بتتعرف بناء على الحالة نفسها واصلة لضرر بنسبة قد ايه. يعني مش كل الحالات بتقعد فترات علاج معينة. فترة الرعاية او فترة المتابعة هي فترة الفترة اللي هي اللي احنا بنراجع فيها او بنتابع فيها الحاجات اللي احنا بنيناها للشخصية دي او بمعنى اصح المكتسبات الجديدة في الشخصية المتعافية الجديدة بي بي بيتم مراقبتها او بيتم متابعتها علشان خاطر يشوفوا هو واصل لنسبة تغيير قد ايه والنسبة دي هل في تزايد ام هي بتقل؟ من أجل إن هم يكتشفوا لو في انتكاس هيحصل أو إن الشخص ده بيرجع زي الأول تاني أو بيرجع للمرحلة اللي هو كان عليها فيبتدوا إن هم يلحقوه والمرحلة دي بتبقى مهمة جدا وبيبقى للأهل دور كبير فيها جدا بجانب طبعاً الـ الـ الجهة اللي ساعدت في العلاج أيا كان إيه هي دي نقدر نقول دول كده نقدر نقول عليهم مراحل العلاج من الإدمان يبقى هما أربع مراحل هي إزالة السموم ومرحلة العلاج ومرحلة الدعم ومرحلة المتابعة عندنا نقطة تانية برضو مهمة وهي الوقاية من الإدمان الوقايه من الادمان زي ما بنقول الوقايه خير من العلاج يعني ايه النهارده اقدر ان انا اتجنب الفخ ده او كاب او كام اقدر ان انا اتعامل مع ولادي علشان خاطر ابعدهم عن ان هم يقعوا في فخ زي ده وان هم يكونوا حريصين كل الحرص ان هم يبعدوهم عن اي اذى ممكن ان هو يطولهم طبعا اول حاجه هي التوعيه لازم كل الناس توعي اهاليها مش بس توعيه على جوانب معينه في الحياه لازم نتعامل دايما بنظريه ان احنا نزرع جوا كل الابناء من صغرهم فكره الحلال والحرام مش بس في الصلاه ومش بس في الصوم لا احنا كمان نقدر ان احنا نوجه ده من خلال نقطة زي اللي بنتكلم فيها من خلال نقط كتير جدا انا مش بهتم بس بموضوع حلقتنا ولكن في البعض من الناس بيهتم على جوانب معينة في الحياة بيسلط عليها الضوء وبينسى أمور تانية جدا فكرة التوعية عموما من المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الشخص ده لو وقع في يوم من الأيام أو لو فكر ان هو يجرب ممكن نرسم له السيناريو ممكن نرسم له الطريق قدامه هتوصل لايه وهتعدي على ايه ومن النهارده مفيش اكتر من مصادر او المراجع اللي ممكن نعرف ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن نوعي بيها احنا بقينا في زمن النهارده المعلومه سهل جدا ان هي تتجاب ولكن احنا دايما بن, بن, بن بنستسهل او دايما بنقتصر التركيز او التوعيه على بعض الامور وبننسى امور تانيه فيا ريت كل الناس ما تستبعدش حد من الخطا او ما تستبعدش حد من ان هو يقع في فخ، مفيش حد كبير على الغلط ومفيش حد كبير على المرض ايا كان ايه هو ومهما كان تربيته. تاني نقطه هي تعلم مهارات المواجهه مواجهه الضغوط والمشاعر السلبيه ودي نقطه مهمه جدا النهارده لازم الشخص يتعلم إزاي يواجه الضغوط بتاعة الحياة والمشاكل والأعباء اللي ممكن يتعرض لها في حياته إزاي يتعامل مع الصدمات النفسية سواء في دراسته سواء مع وسط صحابه سواء مع أهله أياً كان لازم يلاقي التحفيز في النقطة دي بالأخص لأن من أكتر النقط اللي بتخلي بعض الناس تتجه اللي هي تعاطى مخدرات هي فقدهم آلية التعامل مع مشاعرهم ومواجهة الضغوط بتاعة الحياة وإن هو يجتاز مشاعر النهاردة أيا كان اللي بيمر بيها والصدمات النفسية اللي بيعدي بيها في مرحلة هو ما عندوش الوعي اللي يعرف يجتاز بيها هذه المرحلة فبالتالي بيتجه اتجاه يهرب بيه من من المواجهه نفسها وبيبقى عنده مشاعر هو عايز يطفيها بايا كان الشكل فلو شخص النهارده مر بضغط معين في حياته او واجه صدمه او مشكله ولقى حد مثلا صاحب سوق او لقى صديق ليه بيعرض عليه حاجه زي دي وجربها ولقاها فعلا غيبته عن المشاعر بتاعته طفت بعض المشاعر عنده خلته ينسى مشاكله هتبقى دي النهارده بالنسبه له الملجا الاول والاخير اللي يبتدي يلجا له علشان خاطر يهرب من اي ضغط او اي مشاكل ممكن يواجهها في حياته. فبالتالي نقطة ان هو اي شخص يتعلم من وهو صغير ازاي يواجه الضغوط بتاعت الحياه والمشاكل ويتعامل ويتعرف يتعرف يتعافى ازاي من المشاكل والصدمات النفسيه اللي ممكن ان هو يواجهها وازاي يعرف يوظف مشاعره صح وازاي يعرف يتعامل مع المشاعر السلبيه وازاي يعرف يغذي جواه مشاعر ايجابيه وازاي يعرف يفكر بطريقه ايجابيه كل الحاجات دي النهارده اهم بكتير جدا من انه يتعلم ويجيب درجات عاليه فبالتالي دي نقطه مهمه جدا نقطه ثالثة آه وهي تعزيز السلوك او بمعنى اصح اني آه اراقب الشخص ده واعرف هو بي بيتصرف ازاي او بمعنى اصح اخد بالي من تصرفاته علشان خاطر اعقب عليها واقول له ده غلط وده بي بي ده غلط بسبب واحد واثنين وثلاثه مش غلط من باب الغلط وبس نقطه كمان وهي التواصل المفتوح بين الاباء وابنائهم ان ما يكونش فيه كيود في قيود العلاقة ما بين الاب وابنه وان هو دايما يتعود ان هو يكون هو الاب هو الملجا ليه وهو اللي يرجع له في كل كبيره وصغيره ويتكلم معاه ويشتكي له من الحياه نفسها ويقول له النهارده انا عملت حاجه كويسه ان انا غلطت في الحاجه الفلانيه ما فيش مشكله وده الاباء دور كبير فيه لان الاب هو اللي عنده وعي اكبر وهو اللي يعرف يا الابن منه دي كده بعض الايه النقط اللي ايه اللي كنا ما فيها المره اللي فاتت ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا وقبل الختام احب اقول لكم اه في انتظار ارائكم واستفساراتكم واي حد حابب ان هو يتكلم بخصوص موضوع حلقتنا النهارده يتواصل معايا وعندي ردود وعندي الاجابات لكل الناس واكد برضو على الناس ان برنامجنا مش مختص بالادمان فقط برنامجنا لكل المجالات وكل الانشطه في نهايه الحلقه احب اقول يا رب اكون كنت ضيف خفيف عليكم انتظروني الحلقه القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته